man is. Afa emik ma btefami. مفيش بينا اتفاق مع ريهام وأمير كل يوم في رمضان على نجوم اف ام. نجوم اف ام رمضان النجوم. وقعتنا خناق في خناق. هاي يا حبيبتي عاملة ايه؟ ازيك؟ مالك مكشرة ليه؟ بكرة الفالنتاينز دي وانت ما عملتليش اي حاجة. ايوه يا حبيبتي ما هو بكرة وبكرة لسه مجاش. يا سلام، وهو انت يعني هتعمل لي ايه ان شاء الله؟ بكرة هننزل نتعشى مع بعض ونسهر في اي مكان يعجبك. بس انا مش حاسه ان اليوم برضو هيكون حلو يا امير. لا هيبقى يوم تحفه ما تقلقيش. هتجيب لي ورد؟ اكيد. عاوزه يبقى معايا اكبر بوكيه ورد في مصر ونلبس احمر كمان. اوكي مش لازم يعني يا ريهام. هو ايه اللي مش لازم بالظبط؟ يعني الجو بتاع الدباديب ونلبس احمر احداث قوي يعني. امال هنعمل ايه بقى ان شاء الله يا امير؟ مالكيش دعوه انا مرتب اليوم وصدقيني هتتبسطي. مش حاسه. معلش يا حبيبي اتأخرت شوية. ولا همك حبيبتي. ها هنعمل ايه بقى؟ هنروح في مكان جامد جدا عن نيل والفيو تحفة. وهو ده بقى ان شاء الله فيه ايه الجديد يعني؟ لا ده مكان حلو قوي وهيعجبك جدا. مش شايفة كده بس اوكي يعني. ما تقلقيش يا حبيبتي وادي هديتك اهي كل سنة وانت طيبة. ايه ده؟ دي البرفيوم اللي انا بحبها. مرسي. مش حاسس انها عجباكي قوي يعني؟ لا لذيذة. طب خدي الورد ده. مرسي. أدينا وصلنا. انت عارفة يا بيبي ده أكبر بوكي ورد فيك يا مصر، وكمان الدبدوب ده مفيش منه اتنين. استني كده معايا تليفون. ألو. ها طمني عليك عملت ايه؟ مفيش، انا داخل معاها المكان والهديه عجبتها بس مش عارف مش حاسسها مبسوطه. ما هو لازم، ما انت عامل لي فيها شيك واخدها مكان على النيل. الكلام ده كان ايام عبد الحليم، احنا دلوقتي في عصر الدباديب. اسكت اسكت انت ايش فاهمك يا ضايع. ماشي طب اصبر بقى وانت تشوف بنفسك. سلام. بقول لك ايه يا نهى، مش كده؟ ايوه كده. انا قلت كده برضه. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم عن الدباديب. مرسي خالص يا حبيبي، ده احلى فالنتاين في حياتي. فالنتاين؟ أعوذ بالله. يلا بينا ندانس يا قمر. يلا يا عز. ها ايه رأيك في المكان؟ مش قوي يعني بصراحة. ليه بس؟ هادي كده مش عارفة يعني. بس أهم حاجة نكون مع بعض. لا بقى، ما هو البنات اللي خارجين مش احسن مني في حاجه، كل واحده ماشيه ومعاها بوكي قدها مرتين وده بديب كمان، وانا يا حسره جايب لي ازازه بارفان. مش دي البرفيوم اللي انت بتحبيها؟ ما هي مرميه في البيت. انت جبتها ليه يعني؟ عندك مشكله مع ريحتي او حاجه؟ لا انت زودتيها قوي، انت اصلا مش عاوزه تتبسطي من قبل ما تنزلي من بيتكم. اف ازاي يعني؟ انت اصلا ممل ورخم كمان. لا كده كفايه، انا هروح. يلا نمشي من هنا حالا احسن. يا سلام يلا بينا. يلا. شفت يا جيجي عمل فيا ايه يا جيجي؟ لا ده لا شكل ولا منظر، انت لازم تعلميه الادب. اللي يعيش ياما يشوف يا حبيبتي. هو انا فعلا حظي كده نحس؟ ده انا الواد هيثم جاب لي 3 بوكيهات ورد ورجعتهم له تاني. ليه يا جيجي؟ طيب ما كانوش قد كده. يا سلام. طبعا 3. لا ده انت فيكي برضو يا جيجي شويه جبروت حبيبتي. هما الرجاله ما يجوش غير كده. ما تزعليش انا اسف. بعد ايه يا امير؟ انا خلاص اتدمرت. دمرتي؟ على العموم معلش ان شاء الله جات اكتر من رايحات. نعم. وهو انا لسه هستنى الفالنتاينز اللي جاي؟ اعمل لك ايه يعني؟ مش كفايه انا بتاسف لك؟ انا مش عارف انا عملت ايه بصراحه. انت كمان بتزعق؟ ايوه بزعق. بص يا امير، من النهارده انا في طريق وانت في طريق يا ابن الحلال. ماشي؟ نعم. مع السلامه واشوف وشك بخير يا حبيبي. حبيتك انت غصب عني وقلت كل كلام اتقال. حاولت ابعد عنك لكني برجع وعيد نفس الكلام. اكلمك ما بتسمعنيش، افهمك ما بتفهميش. استنونا بكرة في نفس الميعاد
مفيش بينا اتفاق، كتبها أمير عيد، تمثيل ريهام الشيخ، أمير عيد، هند رضوان، أحمد وليد، إخراج رامي محسن. وحياتنا خناق في خناق.